لحظة خروج مسجل خطر من إحدى العمارات بالقاهرة بعد سرقته خزينتين من شقة بها سجلتها كاميرات المراقبة. بداخل الخزينتين كميات من المجهولات الذهبية والألماز إضافة إلى مبالغ نقدية، وتقدر قيمة المسروقات ب3 ملايين جنيه. متاخد من الشقة خزنتين وبعض الشنط، الخزن فيها مجوهرات تخص مراتي ومرات ابني، والحقيقة تعاملوا مع البلاغ من أول لحظة بمنتهى الجدية. فريق البحث المشكل من مديرية أمن القاهرة لكشف غموض الواقعة استعان بكاميرات المراقبة والتقنيات الحديثة وأجرى التحريات، وتمكن من ضبط الجاني بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الإسكندرية حال اختبائه بشقة سكنية مستأجرة بالإسكندرية عثر فيها على الأدوات المستخدمة في ارتكاب الواقعة وساعة يد، وبإرشاده تم ضبط سيارة من متحصلات السرقة والسيارة المستخدمة في ارتكاب الواقعة. خدت خزنتين ونزلت، لما قصدت الخزنتين لقيت فيهم ذهب، ذهب كتير، ورحت بعت الذهب اشتريت عربية. بدأ كان بحث قد مسكتني من اسكندرية. وأرشد عن باقي المسروقات لدى عميل له بالقاهرة تم ضبطها أيضا، وبإرشادهما تم ضبط باقي المسروقات لدى عملاء لهما، نجح فريق البحث في ضبطهم وإعادة المسروقات. وتستمر نجاحات أجهزة وزارة الداخلية في فك ألغاز الجرائم وضبط مرتكبيها بفضل التنسيق والتكامل بينها ودقة التحريات والمعلومات.